كلنا نعرف لبنان جميلة بشعبها وبطبيعتها ونعرف مدنها، رغم أني متعدد السفر للبنان بس هالمرة كانت غير وتختلف، لأن الرحلة لجنوب لبنان وبالتحديد مدينة النبطية اللي أول مرة أزورها للمشاركة بمهرجان لبنان السينمائي الدولي، وللأسف بسبب تأخر الطيران فاتني اليوم الأول اللي هو يوم الافتتاح. بس هذا مو يعني ما يخليني عيشكم ويانا كمخرجين. التقينا من العراق ولبنان والجزائر وإيران وإسبانيا وسويسرا وكردستان العراق ومصر وفرنسا وفلسطين. والمميز بهذا العرض السينمائي إن العروض كانت بثلاث مدن، من الشمال للجنوب، طرابلس وصور وصولا إلى النبطية. وهذا دليل على أن الفن يجمع المجتمع ويبعث به الأمل، والفن هو الأفضل دائما. فراح أبلش بأهم مفردة ما يعرفها بس المخرجين نفسه. ماكو شبكة. شبكة ماكو. شبكة معكم. شبكة ماكو. ماكو ماكو. شبكة ماكو. كيف كيف. شبكة ماكو. ماكو شبكة. شبكة ماكو. ماكو شبكة. اتصلوا في على اساس انه في مهرجان ثقافي بالنبطية وكذا، قلت انه وفي عنده مشكله بعمليه السكن، البيت انا ماني عم بستخدمه، ما قبلين حدا يسكن فيه الا اولادي، رجعت بشكل سريع جدا اهلته تيكون قابل انه ينسكن فيه، لانه عاده ما بينسكن الا بالصيف، وبيجي اولادي من امريكا او من اوروبا وبيقضوا عبارة عن شهر صيفي، لذلك قلت لهم ما في مانع، وكنت كتير مبسوط ومرتاح لأنه تعرفت على وجود. عيطوا للبقين بليز. شاي باللبن فيلم قصير لبناني. مشارك اليوم بالمهرجان للأفلام اللبنانية العربية. أنا كتير سعيدة بوجودي هون لأنه مهرجان كتير حلو، في كتير أفلام حلوة من كل العالم، وبيسرني وجود خصوصا أنه بسينما لبنانية برات بمنطقة بير بيروت بالنبطية. السينما بتدعم السينما الخارجية بالمناطق. يعني المهرجان أول دورة لي يتعمل في النبطية، وعرفت قد إيه الشعب في النبطية أو الناس في النبطية محتاجين يبقى في سينما ومحتاجين يبقى في فنون. Great job reinstalling this theater and promoting the cinema from Al-Dabatiyeh, the cinema from the south, and the cinema from Lebanon for this audience that doesn't know these movies. It's a great opportunity because we can see amateur movies, we can see professional movies from the region, from outside, and it's good for all these cinemas and the people that are making it to mingle and to discover each other and just exchanging the experience. حب لبنان. حبيت اكثر رغم ان اكثر من مره اني انا ازور لبنان، بس حبيت صور وحبيت نبطيه وحبيت صيدا وحبيت ان الناس اللي فيها، حبيت انه في شخص اسمه حيدر وفي اسطنبولي وفي محمد وفي ابراهيم، صح؟ هدول الناس اللي هم خلونا بنحب لبنان اكثر. Where are we going now to tier to tier opening today of the festival. Which day is today? The second day of the festival. Yesterday we are in Batiyeh and today in Tier. And now we go to also to see cinema Al-Hamra. The cinema is closed. Well, I think they are a brave independent team of volunteers that are doing a great effort to bring independent cinema to the city, which was really needed because there was a lack of this type of cultural events in Nabatiya. So I feel that we are contributing all by staying here in this festival to bring fresh air to the city. وما لفت انتباهي حقيقة هذا
هذه المجموعة الجميلة التي تعمل مع قاسم ليل نهار. I think it's a very important festival because even the team, and they are not having any support, they are working very hard to grow every year and to make people from everywhere to come and visit the festival and attend to the films, and it's something very important for the culture. بس ما وصلنا المدخل تبعنا. ولا مدخل هذا لا والله. هو بده ينزل شغله ويطلع الباص. بس يطلع شغله هذا الثبت. اسمع على شنو اللي صاروا يعني هسه؟ صاروا يعني ان الشباب صار عندنا بنشر وجاي يبدلون العجله. شايفه؟ ايوه. ولعوا. وأنا جد مسرور بين يكون ما بين يعني المشاركين في هذا المهرجان. وجهه الكبير هو إشارة إلى تطوير السينما وإعادة السينما في منطقة. بس مرحبا معك إذا تكفين الشيء من القصص كيف عبر الشوارع بعد انقطاع 27 سنة يعني استطعت أنا وكل زملائي باش نساهم في عودة هذا المهرجان هي الصوان أو الحجر. So I think it brings a lot of diversity in the region. With the film on one side, all the different films from different countries, and it also brings diversity inside the country with its three different locations. And yeah, I just congratulate Kassem for his work because I think it's priceless. All this work, I admire it very much. مسرحي لبنان جاري اشتر ببوشة توا جاري اشتر قوربية توا اما زور خوشة اما شهاتون بولا عندس خوشيان ليكين وبراستي فيستيفالي شي قوربو فكرة انه المهرجان متنقل باكثر من مدينة بمنطقة شغلة رائعة حسيت انه مركزين على خارج العاصمة هذا الشيء كتير حبيته Seven years, no? Yes. So yes, it's amazing that finally it could have been reopened, no? Kind of really a traditional old cinema with this history. I think you can see the when you're walking down the stairs how I mean the whole history inside and so. So it's a really nice and a great work which has been done. And what is most important since you have this facility now is also to fulfill it with life, with movies, with a short film festival. So now congrats to the whole team organizing the event and good luck for the future. حابو طيب كيفكم انتم؟
نزلنا لهم تعرفنا على استاذ قاسم وهادي وعلى الشباب وبلشنا معهم تاني يوم يعني الشغل هون لحتى نرجع نعيدها مثل ما كانت من قبل. لحتى خلصت ضلينا تقريبا جمعتين لحتى من لما جينا نحن لحتى بلش المهرجان لحتى رجعت مثل ما كانت. كانوا قبل الشباب مبلشين فيها. شعور كتير حلو انه المسرح بتتعرف فيه على ناس من ثقافات غير يعني السينما يعني مطرح كتير حلو بتتعرف فيه على ناس تاني من بلاد تاني شو بيشتغلوا شو بيعملوا لغاتهم تفاصيل عن حياتهم عن بلادهم شيء كتير حلو يعني بتتغير حياتك. قبل كنت استحي اطلع على المسرح احكي شيء عن الميكرو او شيء هيك يعني بعد هلا لا ما عادش مثل قبل بتتغير كتير اشياء بحياتك يعني شعور كتير حلو. مبسوط انت؟ طبعا ليش؟ لانك انت هلا صرت بسيفتي عشان معك عالم مش لحالك لو انا لحالي او انا وخيي لحالي او انا معي حدا في او شو صار معنا هيدا العطل ما بتفرق معي بس طول ما انت معك ضيوف من خارج انه ضيوف معك انت على عادك جايبهم وتوصلهم بامان 100% عشان هيك وقفنا عشان غيرنا للطلاب قبل ما نتحضر لو فيش معنا ضيوف كان انسى تركناهم مثل ما هو والله لكننا وصلنا عصر من غير بسرعة عنا معارف كتير بصور بس خلاص مش الحال هلا يعني كل مرة كمشت فيها المكنسي أو الأحاطة وكنست أو أحطت يعني حسيت حالي عم بكتب التاريخ فيها عم بنحط بالحجر اللي راح يشوفه ولادي ولادي والمسرح بالنسبة إلي مكان مقدس انه تعرفني على ناس خليني صرخ اخوه معه وناس طيبه يعني الحمد لله الحمد لله انه ناس طيب عم يعيشوا معنا بظروف يعني السياره كم مره صرنا غيرنا دواليب طلعنا فوق الرافعه ونمنا بالبترون يعني اشياء حلوه عم تصير اشياء صعبه بس انه بتخليك تضحك بتخليك تنسى همومك كلياتها والمدرسه هون بلش تعلم مسرح وهذا مستقبل المشروع فتحية لهذه المدرسة على جهودها وعلى أنها آمنت بالثقافة شكراً لكم أنا بشكركم بشكر كل واحد إجا على هذه السينما اسمكم وروحكم موجودة بهذه السينما شكراً لكم جميعاً Thank you.